الفكرة اللي أنا اعتمدت عليها إن يتم توفيق الأوضاع بين البنك وبين العملاء علشان نضمن إن العملاء يدفعوا الفلوس المتبقية عليهم في مواعيدها، لأن ده لو حصل هيخلي وضع الشركة أفضل إلى حد ما. الوضع يبان معقد. أنتوا عارفين مشكلتكم إيه هي؟ إيه؟ إن أنتوا اشتغلتوا بمنطق إيهاب وهو لابس طاقية دلدة عشان تخلصي من المسؤولية اللي عليك، وده مش صح لأن المشروع قائم بالفعل، صح؟ برافو فتحي. عملية النصب كانت كالتالي: سرور تخلص من الأرض والمشروع اللي عليها عشان الدولة كانت هتطالبه بسداد القيمة الحقيقية للأرض، وساعتها كان هيخسر كتير قوي. في نفس الوقت هو مقرر إنه يدي المشروع لإيهاب، يقوم إيهاب وضع شخص آخر في وش المدفع عشان يشيل الليلة دي كلها وتبقى كل القروض بتاعت البنوك باسمه، ياخد إيهاب اللي هو عايزه ويطفش. تبقى سلمى هي المسؤولة عن سداد كل القروض دي لأن هي صاحبة الشركة والمسؤولة عن المشروع. إحنا هنعرض المشروع بالكامل للبيع كالتالي: تم جمع أقساط من المنتفعين فيه بحوالي وحسب الورق 20 مليون، وتم ضخ قرض من البنك لاستكمال المشروع اللي استولى عليه أخينا إيهاب في حدود 25 مليون جنيه. باقي أقساط على المنتفعين في البنك ليتم السداد حوالي 150 مليون جنيه. 150 و45 يبقى إجمالي اللي تم حصره 195 مليون جنيه. المشروع بعد الحصر والدراسة يقدر بأكتر من 350 مليون جنيه. إزاي؟ لحسب الأسعار الحالية للأرض. يعني إيه؟ مش فاهم. إحنا هنعرض المشروع للبيع حسب السعر الحالي للأرض والأسعار المتداولة في السوق، وبعد ما نبيع المشروع هنوفق أوضاعنا مع العملاء، يعني هنعلن إن المشروع توقف ونرجع للناس فلوسها. بعد كده اللي خد المشروع بقى هو اللي يقوم بإكماله وعرضه للبيع والشراء زي ما هو عايز. تقصد إن إحنا نبيع المشروع ب 350 ونسدد 195 مليون بس؟ إحنا هنعرض المشروع مقابل 400 مليون جنيه. إيه ده؟ أنت بتتكلم بجد؟ أنا مش مستوعبة، ده كلامك ده خيال. مش خيال ولا حاجة. الفكرة بمنتهى البساطة إن النصاب لما بيجي ينصب بيبقى كل هدفه وتفكيره إزاي يضحك على اللي قدامه وينصب عليه، عشان كده ما بيعرفش يفكر كويس ولا يرتب أموره بشكل منطقي وسليم. كل اتجاهاته بتبقى في اتجاه واحد بس، إزاي يضحك على اللي قدامه وياخد اللي هو عايزه ويهرب ويسيب المشاكل اللي غيره يحلها. وانتوا لما جيتوا تحلوا المشاكل دي كنتوا بتدوروا على حد تاني عشان يحلها لكم. انا بقى فكرت ازاي نستفيد من الامور اللي احنا فيها ونقوم شركه من تاني على رجلها. انت عبقري بجد يا فتحي، بس خد بالك احنا لازم نوفق اوضاعنا مع المتعاقدين كويس جدا قبل طرح المشروع، لان هما كده ممكن يتهمونا بالنصب، لان احنا كده هنكون بعنا المشروع مرتين. اه، يبقى احنا الحل دلوقتي ان احنا نلاقي مشتري من غير اعلان او طرح المشروع في مزاد علني. الحكايه كده من الاخر في الضلمه. بس لو ميعاد التسليم جه من غير ما نلاقي مشتري فعلا للمشروع، كده العملاء هيعملوا لنا دوشه وهيبوظوا لنا كل اللي احنا عملناه، صح؟ صح. بس ما تقلقش، انا عامل حساب كل حاجه، ما تقلقش من الموضوع ده خالص. بس قبل ما نحل المشكلات دي كلها انا ليا شرط. انت تشرط زي ما انت عايز. احنا بعد ما نحل المشكلات بتاعتنا دي انا اتعابي ان ابقى شريك في الشركه من دلوقتي. لا، كله بالاصول وحسب الورق. جرايه فتحي، انا كده شخصيا ابتدي اقلق منك. ليه بس؟ انت شكلك اتعلمت النصب من الواد اللي اسمه ايهاب ده ولا ايه؟ النصب ده حاجه سهله قوي، لكن الصعب انك تلاقي فرصه سليمه ترفع لفوق، والدنيا فرص. ولا ايه يا سلمى؟ لا انت كده اتغيرت خالص. قصدك اتعلمت وفهمت وقررت ان انا استفيد من اللي اتعلمته ده، بس في الصح مش في النصب يا عم امير ولا ايه؟ ماشي يا عم النصاب.